سلام، وش حوالكم؟ ان شاء الله يا رب تكونوا هنين ومتهنين وتكونوا بصحتكم. عواشركم مبروكة، العد التنازلي شهر رمضان، ان شاء الله يدخل علينا بالصحة والهنا. ربي يقدرنا على الصيام وعلى القيام يا رب، قولوا امين. الفيديو تاع اليوم فيه شوية من التحضيرات، انا ما نديرش تحضيرات بزاف، انا عطيت لكم شوية برك، جولة خفيفة، ديكور خفيف درتو لداري باش نحسوا بهذاك طعم تاع رمضان، ومشتريات خفيفة يعني شريتهم قبل وخدمت بيهم وبقى الطرف حبيت نعطيكم برك. المهم الفعل تاع رمضان ان شاء الله برك الله ربي ان شاء الله ما يقطع عناش العاده. ونبداكم بسم الله. اول حاجه وجدتها هي شبح السفره، الوصفه بالتفصيل راح تلقاوها في قناتي على اليوتيوب. شبح السفره اللي نزينوا بها طابله اول يوم من رمضان وتبقى تتبع فينا طول شبح السفره هذه، كاين حتى اللي يبقاو ياكلوها شهر كامل. المهم انا درت كميه صغيره، انا ما رانيش عائله كبيره يعني ما ياكلوهاش كل، ناكلها غير انا. العام اللي فات داق منها شويه الزوج الكريم عجبته، سنا درت كني كميه قليله برك. هذا واش درت، كنت وجدتها قبل الفيديو هذا او كل لقطه من نهارات، ما درتش في نهار واحد، درت كلش يعني نهارات دمرهم بزاف، وكل مره نصور طرف ونخبيه ودرته لكم فيديو كامل. قليتها القليه الاولى ومن بعد القليه الثانيه، واستيس صغيره برك ما عدتش نحطها في بياض البيض كامله، عدت ندهنها بالبانس وبرك تقريبا المره الاولى، ومن بعد زدت ديروها بالبانس وتقريبا المره الثانيه. ما يجيكمش هذوك اللوحات اللي لازم الابيض هذاك العظام، ما يجيكمش بزاف من فوق وتجيكم كيما هكا روعه. حاجة أنا درتها هو وجدت العسل، أنا العسل نخدمه في الدار. إذا حبيتوا الوصفة بالتفصيل قولوا لي، المهم أنني مش حندير لكم الوصفة يعني اليوم ما هيش تاع وصفات. المهم درت كمية أنا تاع العسل، كما تعرفوا الكل يعني نحتاجوا بزاف العسل في شهر رمضان، نديروا به معسلات، يقعد لي حتى أنا قلت يقعد لي حتى للعيد صغير لقعدنا حيين. يا أخي جبت خدمت به بعد، أنا من الناس اللي كي نشري حاجة ولا كي نخدم حاجة ما نصبرش عليها يعني مش نخبيها، نقول نخليها رمضان ومن بعد ناكل منها ومن بعد نزيد ندير نورمال. المهم العسل لنا هنا الخطورة تاعو نتحكم فيها كيما نحب، لكن نحبو خفيف ولا نحبو تقيل. المهم العسل هذا طريقة روعة، حبيتو كاش نهار قولوا لي، نقول لكم كيما نقولوا العغسات سي نارها وتباع يعني العسل برا. هنا بعد ما طاب نخليه يبرد، نحطو في البلارة وحتى يبرد خلاه ونقفل عليه ويقعد كيما راه ما يفسد ما والو. ودرت انا كميه تاع سلطه تاع ام كحوريه، هي سلطه تونسيه على طريقتي بيان سور. انايا غليتها في شويه تاع ماء ومعها كعبه سناريه، خليتها تبرد شويه ودرت هذه الطريقه تاع سمونه القلميه، البيطراف ولا درت مخللات قالت لك اكسبريس وجربتهم صح وجاو بنان. كان عندي شويه تاع بيطراف تاعي بعد يتباع مغلي، بعد نحطوا له الماء يغلي، نحطوا والربع هذاك اللي بقى في البلاره نعمروه بالخل، نحط له الملح وسنينات تاع ثوم، شويه قارص وفلفل كحل كعب، انا ما كانش عندي ودرتو جا روعه. على حبيتو روحوا شوفوا القناه تاع سمونه القلميه راهي دارتهم يهبلوا. سلطه ام كحوريه انا حطيتها في الروبو بصح ما ترحيوهاش بزاف بزاف بزاف، درت فيها ملح فلفل كحل ثوم بودر شويه بابريكا تابلو كرويه زيت زيتونه شويه تاع قارص وخل، ورحيتها كيما هكا ومن فوق غرقتها بزيت زيتونه وقفلت عليها. هذيك من هي هالبطراف جاي هبل، راني ذقته صباح جا روعه. وهذيك سلطه ام كحوريه راني نقول لكم تحضيرات رمضان بصح نجبدهم قبل الوقت وناكل منهم انا نورمال. المهم المعدنوس غسلته مليح شيحته بيان بعد رحيته في الروبو نخبيه في الكونجيلاتور، ودرت انا الزيتون هذاك على الطريقه التركيه. زيتون تاعنا هنا مالح بزاف، انا شليته مرتين بالماء، تاعكم اللي كان ماهوش مالح شلوه مره برك، ما تغليوهش ما تنحيولوش الملح باش ما يجيكمش صامط. فرشت بابي كويسون فوق البانيناز هذه ونقفل عليه ونخليه يتشوى. ما قلت لكمش تاعنا قبل ما تقفلوا عليه يتشوى لازم تمسحوه شويه تشيحوه من هذاك الماء ومن بعد تقفلوا عليه وتخليوه يتشوى في عقله. جا مليح يعني جا باهي، نقدموه كنوع مقبلات في شهر رمضان.
هنا راني حليت عليه شويه، شفتوا راهو مازال راه يطول شويه باش يتحمر ولا باش يتشوى، راهو ما يتشواش تمتم. ونروح نوجدوا له التتبيله تاعو. درت تتبيله، ديروا لي زيبيس كيما تحبوا. انا درت شويه تاع نعناع شايح، معدنوس شايح، شويه تاع لوريغان، الكركم، البابريكا، التوم بودر، الملح، ما درتش فلفل الكحل، درت شويه قارص شويه خل، ونخلطوا كلش بزيت زيتونه. ولا تحبوا تخلطوا زيت نورمال وزيت زيتونه خلطوا، ما كان حتى مشكل. نخلطهم هكا شويه، ومن بعد نروح نشوف الزيتون تاعي انا كيف كيف كل مره نفقدو. ها هنايا يعني عبالكم ما يطول شويه، يعني ما يتحمرش تمتم. بعد ما يتحمر ولا بعد ما يتشوى، مش يتحمر، بعد ما يتشوى نحطوه في هذيك التتبيله اللي درناها، ومن بعد نحطوه في بلاره ونقفلو عليه. جابنين روعه. هادو من الحوايج كي نوجدوهم هكا نلقاهم في رمضان يعاونونا شويه، يعني ما درتش كميات كبيره. انا ناكل يعني في رمضان كيما على بالكم العب ما ياكلش بزاف، شويه شوربه وشويه تاع سلطه مع الحوايج هذوما والحمد لله. وجدت انا لي زيبيس، انا ما نشريش كميات كبار، انا نشري قد ما نخدم، وكيف فضوا زيد نعاود نشري، ما نحبش نشري كميات كبيره. اللي نحطهم في بلاره تاعهم نحطهم، ولي اللي ما نسحقهمش بزاف نخليهم في القراعات تاعهم هذوك بعد اللي شريتهم فيهم. مسحتهم بيان سور ونظمت القجر تاعي. لي زيبيس انا ماشني من العباد اللي ولا ماشنا من العباد اللي ناكلوا بزاف لي زيبيس. نشري كما قلت لكم شويه شويه من كل حاجه. وجدتهم كيما هكا في البلارات، مسحت البلارات وعمرتهم، دوك نحطهم في القجر وتشوفوني كيف نظمت القجر تاعي تاع الزيبيس. وسي بون هنايا حطيت من هيها عندي التيزانه وعندي النعناع هذاك اليابس ما حبيتش نحيه، نحب نحط صراف ديما قدامهم خاطر يجوني سهلين. يعني القجر هذا بعد تحت نخدم انايا يجيني كلش قدامي، صرفت قدامي ما خص. كون جات تقعد الدنيا طول مفروزه كيما هكا يا ريت. تاني حاجه اللي درتها غرست الفراز، وغرست انا شويه تاع الدبشه. الفراز راهم بداو يديروا كعبات، يعني تحبوا نبعث لكم نقولوا لي، ما كان حتى مشكل، حقكم راهو محفوظ. المهم غرست شويه تاع فراز، يعني حق اول مره نغرسوا الفراز الحمد لله، يعني راهو جاي بروحه. نهار يكبروا الكعبات راني نعت لكم. هنا نحط شويه تاع قهوه انا فوق الزرع تاعي باش ينبت مليح. وغرست انا الدبشه، الدبشه راهي تطول شويه باش تنبت، يعني مشكيش تنبت لي في رمضان. المهم انا درتها راهي بدات شويه تمت، مي مازال شويه. كيما قلت لكم غرست شويه فراز وشويه دبشه. المهم درنا الفال. ان شاء الله يا ربي الله لا يقطع عنا عاده، وكل عام يا ربي ما نصوموه احنا في احسن حالاتنا يا رب. هذا هو ليسونسييل. احنا هنا في الطليان ما كانش ريحته، بصح لازم نديروها في الدار. وكومونديت انا من واحد السيت اسمه حجاب بارادايز هنا تاع او في الطليان، هو حوايج هيك كوسانات برك تاع رمضان باش ندير الجو هذاك المليح تاع رمضان في داري مع بناتي. بنتي صغيره ديك ما فاهمه فيها والو، المهم مسكينه قاعده تصوتي في بالها جاي عندنا ضيف. المهم فهمتها بشويه، راهي فرحانه ميته وتموت على الاغنيه ديك تاع رمضان ديك، تموت عليها. المهم انا يعني نسيت ادخلت له باش نشري لهم واحد الكتاب فيه القصص تاع القران. قاعد نحوس كيما هاك لقيت عنده القصص تاع القران، ها هما لي ستوري دا لا بولا نوتي دا القرانو. هنا في الليل شغل قبل ما نرقدو نحكي لهم حكايه، هذوما الحكايات راهم في القران الكريم مترجمين بالطليانيه باش يتعلموا هكا ويفهموا شويه الدين. شريت انا هذوك الكوسانات ورمضان كريم هذا الفانوس الصغير. المهم باش ندير الجو كيما قلت لكم في الدار. دروك تروحوا تخرجوا معايا نديروا جوله خفيفه برك، نشوفوا شويه المال ونرجعوا كيف كيف للدار.
وبعد هناك وعدنا مروحين، والله كادتني حتى به نطلع نسنى هيك نحاول في روحي به نخرج من الطوموبيل. المهم كان نهار على الكيف هذاك النهار، حبيت نعطيكم شويه من الحوايج اللي شريتها من رمضان. هذا سيرفيس تاع صحونه ماهوش بزاف، فيها 6 صحونه غامقين و 6 صحونه عراض. هادوما المغارف تاعنا والفراشه انا ما عنديش لا كولور دو، غير شريت واحد تاعنا. هادوما يعني جاو هكاك باك ما كنتش حنشريهم، بقيت مطيحين فيهم. عجبتني لا كولور غاديه، شريت انا هادوما اللي غامقين صغيرين نديرو فيهم ديسير ولا نديرو فيهم سالاد دو فروي. وشريت هادوما اللي سادو طابل كي عجبوني كي عادوا في البلان. وهذا السيرفيس تاع القهوه فيه حتى هو 6 كيسان، وفيه صحونه صغيرين وصحونه كبار تانا. عجبني سامبل هيك وباهي. المهم درت الفال، هذه الريشه الصفراء مع اني ما عنديش بزاف مع الدوغيم هي عجبتني شريتها. شريت الماس كانوا ناقصيني، وهدم البلاطوات اللي كانت ولات وراهم في الفيديوهات اللي فاتوا، خاطر كيما قلت لكم انا نشري حاجه زعما باسم رمضان ومن بعد نجبد الماء ما نصبرش عليهم. المهم دهم الحوايج الفال اللي درتو للدار. يعني المهم مش شرط كل عام نشريو، وننصحكم حاجه يعني اللي عنده يدير بوش عنده. انا هدوما ما كانوش خلاص ان كاتبين باش نشريهم، وانا نشري غير الحاجه اللي نسحقها، ما نشريش الزايد، خاطر اول حاجه ما عنديش وين نحط، وتاني حاجه تكتر عليا الفوضى في الدار، وكي نجي نفرز نحصل. اما لا نشري غير واش نحب انا، ولا واش نقدر نشري، ولا واش يساعدني. ان شاء الله تكونوا فهمتوني. هدية السركلة اللي شريته كيما هكا، انا اللي لصقتها هدية رمضان، انا لصقتها وداك الهلال درته العام اللي فات كان عندي مخبي كيف كيف، لصقته لهنايا. شمعات لصقت فيه مادوم ستيكرز انا راني كومونديتهم تاعنا مسيت اللي شريت من عنده، هذاك الكوسانات فيهم رمضان كريم. ودوك تشوفوني كيفاه درت للصالون. مهم درنا كشغل هذيك الجو تاع رمضان، خاطر عم بالكم ما ديروش الجو كيما هكا يعني في الاوروب ولا اللي عود خارج الدول الاسلاميه، كون ما ديريش الجو في الدار كيما تحسيش به. خلاص نخليكم على الفيديو. ودرت انا هنا بلايصه صغيره ولا قاعده صغيره وين حطيت المصاحف، وحطيت انا الزربيه تاع الصلاه راهي من هي باش نقعد هنا ونقرا شوي قران. من بنتي صغيرة عجبتها ياسر، بنتي الكبيره تاعنا كيف كيف. صدقوني روعه، درت جو خفيف يعني حوايجك شفتو سامبل. هذه رمضان كريم انا امبريميتها ودرتها في الكادر. مصحف هدايا الغاز جاني كادو كي جيت من قارمة، جبتو معايا. هاو الفانوس الصغير هذا كان شعلته، وكيف كيف الله محمد راني امبريميتهم انا وحطيتهم كيما هكا في لي كادر كيما هكا، ودرت كوان صغير جا روعه عجبني ياسر. قولوا لي رايكم في لي كومونتير نتوما تاعنا. Thank you.
وبهيك نقولكم الفيديو تاعي راهو قرب يفض ان شاء الله، برك ما يكونش طويل وان شاء الله ربي تكملوا حتى الاخر وان شاء الله تستفادوا منه ولو بحاجه قليله. انا نقولكم لكم يعجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لي لايك وابوني في لاشين باش يوصلكم كل جديد. انا نقولكم تهلاو في روحكم بزاف بزاف في صحتكم، عواشركم مبروكه ورمضانكم كريم. انا نقولكم قاوله خير. تشاو تشاو.